السلام عليكم ورحمة الله، شو أخباركم يا جماعة؟ إن شاء الله بخير. أنا محمد مناف The 5O Coach. واحد من الفيديوهات اللي هيك على السريع بدي أعملها بالسيارة أحسن ما أتأخر كتير، لأنه صار لي تقريبا طول الأسبوع ما نزلت ولا فيديو. المهم اليوم يا جماعة في عنا سؤال من أحد الأصدقاء اسمه سعد FX، عم يسأل على موضوع أني أنا ما تحدثت على الأوزان أثناء فترة الضخامة أو أثناء فترة التنشيف، يا ترى الأوزان بتكون نفسها أثناء فترة التنشيف ولا بتكون أقل؟ والجواب يا جماعة أنه لا، الأوزان ما المفروض تكون أقل. أنت تمرينك بشكل عام أثناء فترة الضخامة بدك تحاول تحافظ قدر الإمكان عليه أثناء فترة التنشيف، لأنه لو نزلت في شدة التمرين أو نزلت في عدد تكرارات أو نزلت في الأوزان، بالتالي حينزل حجمك، يعني حجم العضلات اللي عندك يا رح ينزل. لأن العضلات يعني بالأساس ليش الجسم بيبني عضلات؟ لأنه في عليه تنشن كبير، في عليه ضغط كبير، فالجسم بيبني عضلات عشان تناسب حجم هالضغط اللي موجود على الجسم. فأنت يوم تنزل أوزان أو التكرار أو هالأمور هاي، عمليا أنت عم تأثر على حجم عضلاتك، يعني بنهاية التنشيف بتكون خسرت حجم عضلي كتير. فلذلك يا جماعة بدك تعمل شغلة، إذا أنت أثناء التنشيف جسمك ما عاد تقدر، يعني ما عاد يساعدك ابدا انك تشيل اوزان، اوكي لا بأس، بدك تنزل اوزان 10-20% ما في مشكله، ولكن ما بدك تروح مثلا والله يلا بدا التنشيف تعود انت يعني بشكل شو بدي لك، يعني انت عن قصد تروح تنزل اوزان. ما في داعي تنزل اوزان الاوزان تبعك طالما جسمك قادر انه يشيل نفس الاوزان اللي كنت تتمرن فيه اثناء فتره الضخام، تمام؟ فما بدي طول كتير بالحكي، السؤال بسيط جدا وما بدي حاول اطول كتير بالفيديوهات. في ناس عم تقول انه الفيديوهات طويلة كتير، فبدي حاول قدر الامكان اقصر فيه اذا الموضوع ما بده شرح كتير. شدة التمرين واسلوب التمرين اذا بتقدر فيه تمشي فيه اثناء فترة التنشيف، حلال عليك، كويس كتير، كمل فيه، تمام؟ اذا شدة التمرين كانت كتير صعبة عليك وجسمك محتاج انه تاخد بريك وتريح، معناتها خد بريك وخف شوي الأوزان وحاول يعني تحافظ على قدر الإمكان من حجم العضل اللي عملته أثناء الضخامة بدون استخدام أوزان كبيرة، تمام يا جماعة؟ بتمنى الفيديو يكون وصل الفكرة. مشكورين على المتابعة وبالتوفيق.